وسط الدمار والحروب وأصوات القنابل في غزة بيجي صوت الأمل والفرح، وزي ما بنقول إن الموسيقى غذاء الروح وعلاج لأمراض كتير، هي كمان علاج للطاقة السلبية. خضر البايد هو معلم فلسطيني، من غيرته على المهنة قرر يقدم فرصة نادرة لتعليم الموسيقى، فبيتجمع حوله الطلاب في شقته المتواضعة وبيتعلموا العزف على أكتر من آلة موسيقية. طبعاً أنا كنت أحياناً أوجد مع بعض الناس آلات موجودة بعرفوش إيش قيمتها، ونصح حالهم بعرفش أستخسر على الآلة لأني أنا اللي بعرف إيش قيمتها، وأشتريها الآلة وأعلقها عندي. وآلات عديدة أنا اشتريت، ومنهم في منهم الآلات هذول، وفي منهم بعتهم لما صرت أنا أعلم. طبعاً كل هذا بينفع وكله يعني جهود شخصية مني. رغم الفقر والحصار، إقبال كبير من الطلاب على تعلم الموسيقى بأنواعها، ولكن بعد الظروف الصعبة قل عدد الطلاب ووصل إلى 3 أو 4 بس. عندي طلبة 10 ل 15 طالب في التعليم، وبعد ما صارت الظروف هذه مع الظروف الصعبة خفت الطلاب، صار قليل، يا فيش عندي إلا 3 أو 4 يمكن هالجزء. حسام شاب بيحمل بندلوع هموم، لكنه وجد متنفس يقدر من خلاله يتغلب على الهموم دي ويحولها لطاقة أمل وإبداع وإيجابية. قطاع غزة يعني لا يوجد شيء يفرغ طاقتك النفسية، فالموسيقى بشكل عام بتفرغ عن الطاقة السلبية الداخلية للإنسان. لما بتيجي بتعزف بتحس بفرح، بتحس بسرور في داخلك، فبتفرغ الطاقة السلبية اللي في قلبك. أصوات انفجارات ودموع وصراخ وألم هتتبدل بأصوات حب ونغم. النغم مكتوب على نوتة موسيقية عنوانها إن غزة بتعلم الفن والحياة مش الموت والدمار.